اول ما جيت على اوروبا لقيت هالدول كلها مفتوحه على بعضها، ففكرت فعلا انه ليش ما بنستغل هذا الموضوع حتى بشغل السينما وبالفن، نوصل رساله الابداع تبعنا. فكتير فرحان وكتير سعيد انه اليوم عملت حفل الختام بالمكان المناسب لحفل الختام، اللي هو مدرسة ذوي الهمم في ايطاليا في باليرمو عاصمة صقلية، لانه المهرجان فعلا وافلامه واهدافه علشان الناس دي، خاصة معي نجوم صف اول كانوا سعداء جدا جدا جدا. شفت افلام كتير الحقيقة، افلام رائعة وانسانية، منها افلام فيها امراض خاصه، حالات انسانيه عاليه جدا. طبعا ما قدرناش ندي جواز لكل الافلام، بس كلها فيها افكار مهمه. وكنا نعمل حفل الختام في مركز للتنميه الفكريه مع ذوي الهمم اللي احنا عاملين المهرجان عشانهم، والحقيقه فرحونا وشجعونا ونقلوا لنا طاقه ايجابيه رائعه. فانا شايفه ان ده جديد من نوعه جدا، يعني برافو على اللي فكر في فكره المهرجان. هو فيلم بيتكلم عن الراجل لما بيطلع على المعاش ومراته متوفية، فازاي بيقدر يكمل حياته في السن ده، وازاي يقدر يساير المجتمع اللي عايش فيه ويحس انه لسه عايش ما ماتش. موضوع انساني كويس ويتناسب مع قيمة هذا المهرجان، مهرجان الامل. والجايزة دي اهم جايزة لان باخدها وسط اخواتنا دول واولادنا اللي احنا جايين نحتفل معاهم. لا اذا احسن فيلم تصديري عن فيلم رحمة ايجن. انا حاسه ان انا في حته حلوه قوي، وان الناس دي احنا بنتعلم منهم، واحنا اللي محتاجين لهم زي ما هم محتاجين برضه، وان المجتمع كمان محتاج نديلهم الحق ان هم يشتغلوا ويعبروا، لانهم عندهم قدرات خاصه ربنا مديها لهم جميله جدا جدا جدا. شكرا للمهرجان وشكرا لكم.